الجاكيت والعكاز. دي أول حاجة ممكن تلفت نظرك للدكتور فهمي المحامي، أكبر مرشح لعضوية مجلس الشعب عن دايرة الزيتون وحدايا القبة. لكن لما تقرب منه وتتكلم معاه هتنجذب لشيء تاني خالص، قصة كفاحه مع التعليم. بدأت حياتي في اللاح لما حدث سوى سنة 1952، أنا كمان أثرت على الجهل. لما رحت التجنيد ذكرت شهادة محو أمية وشهادة فن تمريض، وبعد وفي نفس السنة خدت شهادة الابتدائية، وتاني سنة خدت الشهادة الإعدادية، وتالت سنة خدت الثقافة، وبعد كده خدت التوجيهية نظام قديم، ودخلت كلية الحقوق. نجحت في طبعا في كلية الحقوق فخدت الليسانس. بعد الليسانس ما اقتنعتش، درست خدت الأول دبلوم في الشريعة الإسلامية، فخدت دبلومة في القانون العام. الدبلومتين دول بعدوا الماجستير في القانون. الأمر اللي ترتب عليه إيه؟ أنني سجلت رسالة دكتوراه مع الدكتور المرحوم سليمان الطمر. زي ما كانت ثورة 23 يوليو سبب ثورته على الجهل، ثورة يناير كانت سبب في ولادة حلم جديد في حياته، حلمه أنه يدخل عالم السياسة ويكون نائب في مجلس الشعب. ثورة 25 يناير هي اللي ادتني الحياة، وهي اللي ادتني الأمل، وهي اللي نشطتني وجعلتني أكتر شبابا، ودفعتني أن أنا أروح أرشح نفسي لعضوية مجلس الشعب. تجربة دكتور فهمي ومعرفته بقيمة وأهمية التعليم دفعوا أنه يحطوا أول حاجة في قائمة القضايا اللي هيهتم بمشاكلها لو نجح في الانتخابات. التعليم ده شيء مهم جدا، كما قال طه حسين، يعني ده زي المية، يعني عنصر من العناصر المهمة جدا. نعمل برنامج على النت، وهنعمل برضو دعايات وبتاع وبقدر الإمكان يعني. بس يا جدو فهمي، الدخول في حرب الانتخابات محتاج صحة وأعصاب ومتابعة مستمرة، يعني محتاج حد لسه شباب. بس برضو الشباب عايزين يعني مثلا ناس حدهم خبرة مثلا في القانون الدستوري، وحدهم خبرة في القوانين وبتاع. صحتي بقارنها بأن أحسن من الشباب. خلاص خلاص ما تزعلش. قبل ما اسيب جدو فهمي قلت له اللي بيوصل للستين بيحس انه خلاص أدى رسالته ويلا حسن الختام، وانت لسه بتدور على حلم جديد، رد عليا بابتسامة وقال انا في 85 بس احلامي لسه بتبتدي. فانا كنت لما اخش على اي مؤهل اقول لنفسي ايه بقى؟ لو نجحت حبا للزين، لو ما نجحتش ثقاف نفسي. ونفس المبدا كده، اذا نجحت انا بخدم، انا بعرض خدماتي، ما نجحتش ماشي، ما يعني كل حاجه اني راضي عنها، لان عنصر الرضا ده مهم عندي جدا. جدو فهمي مثال حي لمقوله الشباب شباب القلب، سواء نجح في الانتخابات او ما نجحش كفايه انه لسه عايش على امل عايز يحققه. ربنا يديله الصحه. رضوى رحيم، برنامج مصر الجديده، مع معتز الدمداش.